في هذا المكان ترك إبراهيم زوجته هاجر بابنها إسماعيل عليهم جميعا السلام بأمر من الله عز وجل ويقين بأن الله لن يضيعهم. وعبر السنين تزدهر مكة لتصبح محفلا تجاريا وثقافيا بين الشام واليمن، فيعمر سوق عكاظ بمختلف السلع. ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة. في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها. وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام، سيدة مكة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بنفسه، فكان يمشي نحو 7 كيلومترات حتى يصل إلى جبل حراء، فيصعد ذلك الجبل الشاهق بارتفاع 294 متر للوصول إلى الغار في قمة الجبل، حتى نزل عليه الوحي وكلفه تبليغ الرسالة الخالدة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس، إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فيا لها من رحلة نورانية ومعجزة نبوية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وتبدأ رحلة الهجرة المباركة. وتستمر الرحلة حتى تظهر معالم المدينة بنخلها وحراتها، وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا ينتظرونه عند الحرة، لا يردهم إلا حر الظهيرة، حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم، فتسارعوا إلى استقباله وهم في غاية البهجة والسرور.